جات كوفيد كما قلتي ما كاينش هذا العام، ولكن الفلوس راه كاينه. ها 43 ديال البنات اللي كتوكلي وكتشربي ليل ونهار، وحتى المقتصده راه كاينه معايا ما دخلتش للكادر وكتشوف فيا من اللي من مالك الخاص. المحسن دابا بغيت نعرف هذا رئيس الجماعه اللي مصوت عليك الشعب مع الله عز وجل اش غتقول ليه؟ لا انت لا الاعضاء. كيفاش كتشوف؟ ايوا انا غنقول لك واحد القضيه، انا بعدا ما كنعرفش رئيس الجماعه، وما عمرو جا لعندنا المؤسسه، وما عمرو شاف هاد البنات، وما كنظنش كاع واش في خبار كاين هاد البنات. غنقول لك في المواقع التواصل، ندى حسي، ندى حسي عنفتها الام ديالها وإلى فيغي وكانت مراكز حمايه الطفوله. ساري كول كانت مركز عبد السلام بناني. مشاهدينا الكرام مرحبا بكم معنا مرة أخرى. كما شفتوا معنا مجموعة من الصور في هذه المدرسة، هذه المدرسة مهجورة أكثر من 25 سنة. الله عز وجل وهاد الناس جمعيات مفتاح وحلول داروا اليد ديالهم في هذه المدرسة على أساس أنه دخل دفء مجموعة من الشابات ضحايا الشارع. 43 شابة اللي كاينه دابا في الجمعية هنا كتعيش مجموعة من المحسنين تساعدوا وفق المستطاع، رغم علامة استفهام موجهة للجماعة اللي طبعا المنطقة اللي ما عمرها عاونات، رغم أنه القانون تيخول لها تساعد في مجموعة من الأمور، لأنه المجتمع المدني في الدستور عندنا هو شريكون مع المؤسسات. الشيء الجميل هو السيد العامل ديال ضرب السلطان له الشق الإنساني المحض، هو مشكور على هذا الأمر، هو اللي كيضحي مع هاد البنيتات في سبيل الله، والتعليمات ديالو باش كتزيد هاد العجله انهم يكون عندهم استقرار. 43 بنت واخداهم الجمعيه في هاد المؤسسه، وممكن العدد يكون اكثر من هنا لقدام الله اعلم. غادي نشوفوا هاد المدرسه مجموعه من المستلزمات اللي فيها كيفاش. مشاهدينا الكرام هذا مكان مخصص للاقتصاد. المواد اللي كتستهلك اللي كيقدروا يحتاجوها بطبيعة الحال، وهذا بدعم من السيد العامل وكذلك مجموعة من المحسنين اللي كيساعدوا الجمعية وفق المستطاع. مشاهدينا الكرام مجموعة من الأفرشة اللي كيحتاجوا هاد البنيتات اللي الناس كيطوعوا
في الملابس كما كتشوفوا معايا في الصور، تيساهموا انهم يدخلوا الدفء لهاد البنيتات في سبيل الله. وهذا هو روح العمل الجمعوي الصحيح والمحض والفعال، واللي كيعطي الاكل ديالو. مشاهدينا الكرام، هاد الشابات ضحايا سلوك قضاء وقدر، جاو عن جمعية مفتاح وحلول. جمعية مفتاح وحلول قدرات أنه تأخذ منهم طاقات وتكتشف فيهم مواهب. غادي تشوفوا معايا هاد القاعة كيفاش ردوا هاد البنات، هما اللي صوبوه. مشاهدينا الكرام، جمعية مفتاح وحلول لها طموح ولها منهجية محكمة في بعد النظر من أجل هاد الشابات. حاليا هاد لاتولي غادي نشوفوا فيه كيفاش كيساهموا الناس الجمعية طريقة الولوج لسوق الشغل هاد الشابات، كيفاش تولي فاعلة في المجتمع. هاد لاتولي ديال الخياطة تتعلموا فيه البنات هاد المجال، وهذا مجال مهم. مشاهدينا الكرام، غادي نشوف الحوار مع السيدة رئيسة الشرفية للجمعية اللي تضحي بالغالي والنفيس من أجل استقرار ديال 43 شابة رفقة أعضاء المكتب بطبيعة الحال. أستاذة سميرة، أكثر من 30 سنة أنت في العمل الجمعوي، عندك في الدم، ضحيتي في المدرسة مقفلة مسدودة مهجورة، خديتي في أمن الشابات ضحايا في الشارع، أنت كتفهمي هذه الأمور، كيعيشوا مزيان، كياكلوا، كاين اللي ما عندهاش الوراق، كاين اللي ما عندهاش لاكارت ناسيونال، صوتي عليهم انت والاعضاء اللي معاك. كيفاش هذه المغامره سميرة؟ ليس بالامر الهين. مرحبا بكم سي يوسف، تنشكرك لان فكرتي انك توصل هذه الصوره ديال هذه البنيات ديالنا للمجتمع. حقيقه انا كنشتغل دائما في سريه، علاش؟ لان كي تيقولوا يعني باش ربي يكمل علينا بالخير. المهم كي قلت لك هذا الشيء عندي في الدم، عشت مع البنيتات في مراكز اخرى اللي هي كانت في الخيريه للحسنه، اللي كانوا البنيتات كيوصلوا للخمس سنين كيمشيو للخيريه. هذوك البنيتات كيكبروا في الخيريه، لما كيكبروا في الخيريه 13 14 سنه كيتفرقوا على مراكز حمايه الطفوله. اذا هذوك كيكونوا دائما وضعيه صعبه، وضعيه صعبه زائد على الفتيات اللي تيكونوا مثلا السلطه كدير واحد الجوالات وكيلقاهم في الزنقه، ولا بنيته كدير سيليسيون، او بنيته هربت لوالديها، او بنيته تعنفت، او بنيته يعني بزاف ديال ضحايا الاسر او ضحايا المجتمع. هاد البنيتات كيتواجدوا في المراكز، لما كيوصلوا 18 سنه هنا كتبدا المعاناة ديال الأم عازبة، كتخرج 18 سنة، كتخرج دي فوا ما عندهاش وثيقة، يعني ما عندهاش حتى لاكارت ناسيونال، كتخرج أي واحد كيجرى في الزنقة، لأن عاد كتبقى هي كتكتشف شي حاجة اللي عقلت تشد عليها في الصن في المركز واحد ربع سنين، داك الشيء اللي ما درتوش في ربع سنين كديرو في 3 شهور، كتعرف مع شي واحد كيقدر يغتصبها، وماشي يقدر كتغتصب، كتحمل، كتعلم الإدمان، كدير هذاك الشيء كلش في واحد الفتره وجيزه. علاش؟ لان ما لقاتش اللي ياخذ بيديها من بعد المركز، لان المؤسسات كيديروا واحد المجهود كبير، ولكن راه ما غاديش يقدروا يديروا كل شيء. اذا ما نقدروش حنا ما نعاتبوش نقولوا الدوله ما دارت شيء، لا، كدير الدوله واحد المجهود، راه كيكون واحد السقف، لان حماوهم من الزنقه وحماوهم حتى من نفوسهم. ولكن مجتمع مدني كاين، علاش المجتمع المدني ما يتحركش؟ علاش ما يكونش جمعيات اللي يكونوا متخصصين في هاد الفئه؟ علاش الجمعيه ما تخصصش بحال كنقراو؟ يعني كنقراو كنديروا واحد البرنامج، كنقول انا اليوم بغيت نتخرج طبيب. ايوا بغيتي تخرج طبيب راه كتقرا الطب، بغيتي تخرج مهندس كتقرا الهندسه، بغيتي تخرج استاذ رياضه كدير استاذ الرياضه. الجمعيات كذلك. اذا انا جمعيه، انا الاختصاص ديالي وهو هذوك الفتيات المتشردات، سورتو الام، يعني طفله خرجت للزنقه خصني ناخذ بيديها، ما نخليهاش تدور في الزنقه.
هذا العمل اللي كديري عمل نبيل وجاد. انا استفسرت من بعيد قبل ما ندخل معك للحوار، المشاهدين شافوا معنا المدرسة تبارك الله كيفاش جهزتيها، كيفاش درتي مالك الخاص مع مجموعة من المحسنين. بغيت نسولك على دور الدولة في هذا الشيء. انا عندي اليقين في الامور اللي هبطت ان عمر الجامعة ما عمرها عطاتك تكاس، رغم انه القانون والدستور تيقول لك المجتمع المدني هو شريك مع المؤسسات، وكاينه ميزانيه اللي خصهم يساعدوا هذه الجماعه اللي تابعه لهنا. الى ما ساعدتش في هذه الخطوه الايجابيه اللي قلنا نديروها، ما كنلقاوهاش بزاف، 43 دابا بنت تقدر تضيع ناقدها انت بجهد الله وهاد الاعضاء اللي معاك، ما كتلقاوش دعم، ما كيعاونكم حتى واحد في الدوله. كيفاش كتشوف هذه الامور؟ كيف قلت لك كنت كنعاني، انا قبل كنت كنعاني دائما لما كتخرج شي بنت في 18 سنه كنقلب عليها وكنتبعها وكنقلب عليها فين غتمشي، لان الا فلتناها من يدينا كنلقاها حملت. كنت دائما كنعاني كيفاش هاد البنات لقاو لها شي دار، لقاو لها يعني كنكريو البنيتات كيسكنوا، ولكن راه غير كافي تكري ثلاثه او اربعه، ولكن راه افواج اللي كيخرجوا طول السنه. راه كل مره كدير 18 سنه البنت كتخرج، الا ما لقاتش العائله راه كتبقى في الزنقه. واخا في الكوفيد، انا تنشكر الكوفيد، انا من الناس اللي كنشكر الكوفيد، لان الكوفيد عرنا على بزاف ديال الحقائق. واول حاجه اللي هو ربي هاد المدرسه بالضبط كانت مدرسه اللي كانت مغلقه بوندون 25 سنه، ولكن الله يجازيه بخير السيد العامل عمل هاد الفداء درب السلطان، وكنحييه وكنفتخروا به وكنفتخر به انني كننتمي لهاد العمله، لانه لما كان الكوفيد وكانوا بزاف ديال المدارس في المغرب كامل احتضنوا دوك الناس اللي كانوا في الزنقه لي اس دي اف المتشردين، من بعد الكوفيد كلشي خرج، هنا بقاو البنات. السيد العامل ما قدرش يرخيهم من الزنقه بعد ما عاش معاهم ثلاث شهور هو تيعرف المعاناه ديالهم، تيعرف هاد البنات اش كياكلوا اش كيشربوا، كيفاش من بعد ما نقيناهم وتهناو وكانوا محسنين، هما اللي جابوا الافريشه والاغطيه والماكل والمشرب، كانوا غير محسنين، والعلاقات ديال السيد العامل والمجهودات ديالنا حنا كجمعيه. لما كان واحد البيجي كان في الكوفيد، كان واحد البيجي ديال التنميه البشريه، المبادره التنميه البشريه، كان على جميع العملات باش يمولوا هذوك الاي اس دي اف. العمله الوحيده اللي ما صرفاتش داك الاموال ديال الكوفيد على الاس دي اف، علاش؟ لان كانوا محسنين، كان الفائض تبارك الله ديال الماكله واللباس، ما كان خاصهم حتى حاجه، كيعيشوا في اي بي. هذاك لو بيجي تشرى به الوقت اللي سمحتي لي باش الراي لا مستوعب معايا، الوقت اللي كان انا كنت دوز واحد الروبورتاج هنا، كانوا الناس كبار متقدمين في السن رجال، دابا هذيك المرحله دازت، دابا عندك هاد البنيات. هنا كاين سؤال باش نبقى معاك في الصوره اكثر، هنا كاين سؤال، هاد الجماعه نعلموا جيدا انه كاين مخيمات القرب، كاينه ميزانيه في هاد الشيء، جات كوفيد كما قلتي ما كاينش هاد العام، ولكن الفلوس راه كاينه. هاد 43 ديال البنات اللي كتوكلي وكتشربي ليل ونهار، وحتى المقتصدة راه كاينه معايا ما دخلتش للكادر وكتشوف فيا من اللي من مالك الخاص، المحسن. دابا بغيت نعرف هاد رئيس الجماعه اللي مصوت عليك الشعب مع الله عز وجل، اش غتقول ليه؟ لا انت لا الاعضاء في نظرك، لانه انا تبعت الملف وعارف انه ما عمرهم عقلوا عليكم، باستثناء السيد العامل اللي مشكور ودار لي عليه، رغم انه داكشي اللي كيدير هو له ضوابط وقوانين وفق ما يخولون القانون، ولكن الصلاحيات اللي عند الجماعه اللي هي منتخبه كثيره. شنو درتي لهاد البنات 43 بنت هنا، وممكن العدد يتزاد، كيفاش كتشوف؟ ايوا غنقول لك واحد القضيه، انا بعدا ما كنعرفش رئيس الجماعه، وما عمرو جا لعندنا المؤسسه، وما عمرو شاف هاد البنات، وما كنظنش كاع واش في خبار كاين هاد البنات. لا هذيك ما في خبار واش فيها الشك. واللي اللي عنده مرشح اللي تابع لنا ما عمرو جا عندنا. الا كان في المعارضه خصو يمشي عنده تما بعدا يقدم طلب على انه يتموا بهاد البنات. ما عمر جا عندنا شي واحد، الواحد اللي كيجي عندنا السلطه كتجي عندنا يوميا السلطه، الباشا والقائد وكتيب العام والسيد العامل، بحيث السيد العامل كيعرف الاسماء ديال الفتيات اللي كيتواجدوا عندنا متبعاهم حاله بحاله. لان كيفوت انه عام، انا كنقول بان ما عرفتش انا جنسي با، انا صريحه راه ما كاينش شي عامل في المغرب كيتعامل مع هاد الفئه بحال العامل ديال الفيدا، كنقولها بصراحه ما كاين، كنتحدى شي عامل يمتازوا بالشق الانساني كثيرا بروحي
اب روحي بحيث اننا ما كنحسوش ان احنا واقفين على شي حاجه. بناتنا هنا ما واقفين حتى على حاجه. اي حاجه بغيناها ولا بغات الجمعيه للبنات اللي كانت تقول لك واش خاصكم، ما كيخليناش نمشيو نطلبوا ليه، ما عمرنا كنطلبوا ليه. واش خاصهم البنات؟ شنو خاصهم؟ لا الحمد لله، ها هو غيجي عندكم السيد، كيجي الاصدقاء والاعيان ديال المنطقه تبارك الله، كل شيء كيجيب، ما كيخليهم واقفين حتى على حاجه. كتقول لي الجماعه، ما عمر الجماعه جا عندي، جا عندنا شي حد لهنايا، ولكن السلطه كتواجد يوميا. يعني كنحسوا بان كتفنا محميين. تعطي تحليل وما توجه الاتهام لحتى واحد، ولكن كاينه شي حاجه اللي ما واضحاش فيها علامات استفهام كنطرحها. اذا ثبت عكس هذا الكلام فنرى الاشاره يجي وجهني به. المؤسسه الراي العام كيعرفني كيفاش داير، كنكون واضح في الامور وغادي ننتقل معك. والاكثر من ذلك مشاهدينا الكرام، غادي ندوز روبورتاج ان شاء الله من بعد هذا الفيديو اللي غادي نناقش معكم بدقه المؤسسه والمجهود ديال السيده المقتصده وكذلك السيده الرئيسه الشرفيه والسيد الرئيس واعضاء المكتب، وغتشوفوا شنو هي التضحيات الكبيره. هادو اللي تيقلبوا على رضا الله اللي كيديروا على قبل هاد البنيتات. 43 بنت مؤمنه، وممكن العدد يتزاد. واش هذا هو النضال؟ واش هذا هو العمل الجمعوي؟ نعم ام لا؟ هذا هو اللي بغينا. يعني غادي نوضع الراي العام ما امكن في الصوره اكثر. بقى عندي سؤال اخير مع الاستاذه، غنشوفوا معها فيما يخص بعض الخرجات في هاد مواقع التواصل الاجتماعي واليوتيوب اللي كتاثر على ناس، اللي يقدر كتخدر بعض العقول ديال الشابات اللي يقدروا يوصلوا لهذه الحاله. شتي الاستوار، فهمتيني علاش كنتهضر هذا النزار وهذا العجب، هذه السلوكيات كيفاش كتشوفوها نتوما كصاحبي الحق المدني كجمعيه؟ بيني وبينك انا من الناس الاولين اللي وقفت ضد هذا الهيجان، لانه كيمس بوليداتنا وكيمس بالشباب اللي هو جاي في الطريق. لان الاطفال والشباب كل شيء تبلى بالبورطابل، هذا باش نكونوا مساله واضحه. يعني والدين وليت صغير تيبكي على البورطابل تعطيه يسكت، كيعلموا توا البورطابل، كيهز ذاك البورطابل. يعني 12 عام 13 سنه كتدخل ذاك، كتواجه قدام هذاك ذاك لا فيديو، كتلقى راسها كتسمع شي كلام نبي تيجبرها على نورمال، لان شفتو في البورطابل. والبورطابل كتستعملوا الام، كتستعملوا الاب، اذا واحد المساله اللي هي خاصه تعلمها، غير باقا ما وصلش الوقت ديالها، ولكن كتعلم كلام نبي، كلام ساقط، حركه اللي ما حتى الام ما كتردش الغايه ولا الوالدين ما كيردوش الغايه. كنلقاو راسنا بنت شافت فيديو وكتبغي دير بحالها، اما كتهرب باش دير داكشي، اما كتكذب على والديها، اما كتعلم الدعاره في يعني في الميساج، كتعلم تدير علاقه في التليفون مع شي واحد. يعني هذاك الفيديو اللي هو تلاح بدون رقابه كيولد ليا هذه الحاله اللي عندي هنايا. تيولد لنا بنت اللي هربت من دارهم وكتكرفس كتغتصب. اضحك عليها هذاك اللي تعلمت عليه، تعرفت به الفيسبوك، حتى كيقبضوا السلطه كدوي عند قاضي الاحداث كيوضعها في مركز حمايه الطفوله. مركز حمايه الطفوله كدير 18 سنه، لان كتحرم لها شي حاجه اللي هي من حقها. بالنسبه لي لا، راه من حقها انا دير داك الشيء، كتنتظر غير وقت توصل 18 سنه. كتوصل 18 سنه كتعاود كتكمل داك الطريق ديالها. اعطيني الحالات اللي كتقارب مع هذا الشيء اللي كتعيشي انت مثلا. انا غنعطيك حالات اللي مثلا اللي انا غنقول لك في المواقع التواصل. ندى حسي عنفتها الام ديالها والى فيغي وكانت مراكز حمايه الطفوله. ساريكول كانت مركز عبد السلام بناني. هذه تاثيرات نفسيه من بعد 18 سنه اللي كنقدروا نخطروا عقول بامور سلبيه للناس. يعني يجب مراعاه تكوين التاطير في واحد مورا 18 سنة حتى يكون عندها استقرار في زواج في أمور أخرى. هو الشق الصحيح هذا هو الهدف ديالي أنا سي يوسف، أنني كندير ما قبل الإدماج في مراكز حماية الطفولة، كندير ما قبل الإدماج باش ما نوصلوش للحالة ديال ساريكول أو ندى حسي أو كاين أسماء أخرين ما غاديش نذكرهم. ولكن حنا بدينا الإدماج من داخل المؤسسات، والحمد لله هذه المدة ديال السنين
ما بقاوش البنات كيخرجوا للزنقه، ما بقاوش البنات كيمشيو. كنقل تنديروا الادماج في الاسر، الادماج في الشغل، او ادماج في المراكز، او تنكريو لهم. يعني حتى وحده ما بقات كتخرج للمحطه. المحطه ديال ولاد زيان اللي حنا هاد البنات اللي كيتواجدوا عندي هنايا راه بنيتات اللي جاوا من مناطق اخرى. كاين اللي جايين من بوسكوره، كاين اللي جايين من حي حسني، كاين اللي جايين من اكادير، كاين اللي جايين من قنيطره. يعني كاين بنات اللي هما كانوا في مراكز اخرى في المغرب كامل، ولما تيهربوا من ديورهم كيجيو للمحطه ديال ولاد زيان. المحطه ولاد زيان كتجيبهم لينا. بون السلطه كتجمعهم مع السلطه. الله زعما انا كنقول لك راه الاب الروحي، الاب الوالد ديالنا والجد ديالنا هو السلطه. لو كان ماشي السلطه اللي كتحمي لنا هاد البنات، حنا اصلا ما غنتوصلوش ليهم، لان مجتمع مدني ما كتجيب بنت من بوسكوره وتجيب بنت من اكادير. السلطه دارت مجهود كبير في المغرب كامل الحمد لله، وبانت النتيجه ديالها في هاد الكوفيد. من هاد المنبر كنشكرهم، وتنشكر كاع السلطه اللي كتشتغل معنا. كنشكروا وزاره الصحه لانها كانت في جانبنا في المنطقه ديالنا. كنشكروا السيد العامل على المجهودات ديالو الكبيره. كنشكروا الصحافه، لان الصحافه وصلت النداء ديالنا، وصلتنا الحالات كذلك، لان كل الحالة كتوجد شي منطقه كتوصلنا عبر الصحافه، الصحافه النزيهه، الصحافه اللي كتشرفنا اننا نتكلموا فيها، والصحافه اللي كتشرف يعني كنفتخروا اننا نكونوا في المواقع ديالهم. مشاهدينا الكرام، كما تبعتوا معنا الحوار مع الرئيسه الشرفيه، غادي نوضعكم اكثر في الصوره، غادي نتبع مجموعه من الامور اللي كتعلق بهذه الجمعيه، فاش الجمعيه كتشتغل، إشكاليات اللي عند هاد البنات، السبب ديالهم حتى وصلوا لهذا المركز، القصص ديالهم، المعاناة ديالهم، كيفاش الجمعية كدير المجهودات ديالها باش تسقلهم في المجتمع بطرق صحيحة، ويكونوا عندهم دور في المجتمع بدون تأثير بدون نقص. جمعية صراحة فعالة، ودور المحسنين فهذا الشق دور مهم. حنا غادي نوضعوا كذلك رقم الهاتف ديال الجمعيه، والله عز وجل هو اللي كيخلص المحسنين. جمعيه مفتاح وحلول، جمعيه فعاله لها منهجيه محكمه تحت اشراف الرئيسه الشرفيه. 43 شابه كتعيش الاستقرار بدعم قوي من محسنين وتحت اشراف السيد العام اللي هو مشكور ديال درب السلطان. مشاهدينا الكرام، نحن نتتبع الاهداف هذه الجمعيه، وسوف نوفيكم دائما بالجديد. مشاهدينا الكرام، تعليق المواطن، شكرا لكم.